أعلن بمدينة سيئون استئناف العملية التعليمية في جميع مدارس وادي وصحراء حضرموت ابتداء من الأحد 11 من سبتمبر الجاري. جاء ذلك نتاجا للقاء الذي ترأسه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمدينة سيئون وضم عددا من الكيانات النقابية بوادي وصحراء حضرموت. واستمع المحافظ إلى مطالبات الكيانات النقابية مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم أهمية خاصة، وحرصا على استمرار العملية التعليمية اتم عقد أول اجتماعات في مدينة سيئون بالكيانات النقابية بحضور قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم. ولكنني هنا أعلن أننا تم الاتفاق على رفع الأضراب وغلبوا المصلحة العامة، الأخوان في الكيانات النقابية كاملة غلبوا المصلحة العامة ومصلحة الطلاب في حضرموت على أي مصالح أخرى، وبهذا يتم بإذن الله رفع الأضراب كاملا وبدأ العملية التعليمية في وادي حضرموت منبع العلم ومنبع الثقافة، وهو أيضا الذي أسهم في كثير من التطور في العالم العربي والعالم الإسلامي في الدنيا قاطبة. ستستأنف الدراسة في كافة مدارس وادي حضرموت المضربة ابتداء من يوم الأحد 11 سبتمبر، وبالتالي نشكر محافظة حضرموت على هذا الجهد الكبير الذي قام به وحرصا منه على استمرار العملية التعليمية. كما نشكر الأخرى الوكلاء والأخ القاضي أكرم نصيب العامري والأخوة في الكيانات النقابية على حرصهم أيضا على التعليم واستمرار العملية التعليمية في الوادي والصحراء. وفي الختام أتمنى للجميع عام دراسي ممتاز وتحصيل علمي رائع، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وشكرا.